بيكم في حلقة جديدة هتبتدي من برنامجكم شارع النهار. ضيفنا النهاردة يا جماعة ضيف صديق عزيز على قلبي، وأنا شخصيا بتنبأ له بمستقبل باهر 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 باهر. إيه ده، هو ما اسموش باهر؟ هو ما اسموش باهر، بس هو باهر بصراحة. هو مبهر. هو مبهر ومبهج وجميل، وأحلى حاجة إن هو ابتدى حلمه من هو صغير. نفسه يحقق حلمه يبقى ممثل. معانا محمد محسن. يا موحى حبيب قلبي، عامل ايه يا حبيبي؟ نورنا يا محسن. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كويس. يا جماعه انا بدات حلمي وانا صغير. ده حلو. تعرفين القصه دي؟ لا، بتمثل ان انت بقى. لا، ده انا فجاه وانا صغير كده معدي في الشارع. لا، في المدرسه وبتاع، وحفله اخر السنه، وتعالى بقى محمد وبتاع، وانت هنا تلبس جلابيه وبتاع، وهتعمل واحد بتاع طماطم وبتاع، ومجنونه قوطه وبتاع، صغير قوي. لبسوني الجلابيه وبتاع، وفجاه بقى الصور بقى اللي انا شفتها اللي بابا وماما والروهاني وبتاع، انا فعلا بتاع طماطم. يعني بتاع طماطم. كنت صغير يا محمد فعلا. نورنا محمد والله. ربنا يخليك يا حبيبي. محمد طبعا انت بتشارك السنه دي في المسلسل بتاع علي ربيع بدور لطيف جدا، وشاركت السنه اللي فاتت برضه في المسلسل بتاع علي ربيع. حكايتك مع الكوميديا مع علي ربيع يا محمد، اتكلمنا عن المسلسل. كرو علي ربيع خلاص. علي ربيع ده مشكله، لما بشوفه اصلا بضحك، يعني هو بالنسبه لي عسل. هو عسل. صور مع بعض انت. ده نجم المفضل يا ابني، ما انت عارف. ده انت النجم المفضل والله. حبيب قلبي يا استاذ محمد. علي ربيع يا جماعه، رحت يوم التصوير كان هو عامل شنب كده، فكنت رايح وبتاع بسلم عليه. انا اعرفه من زمان، يعني كان اتفرج لي على عرض في المعهد كده وبتاع، وبسط من العرض وكده، وبقينا اصحاب يعني. فرحت وبسلم عليه وبتاع، فلقيته عامل شنب كده. فالمفروض هو بيقول لي بقى احنا هنعمل ايه في المشهد وبتاع، انا مش مركز خالص في اللي هو بيقوله. انا بص في الشرب وبتاع، اللي هو ايه حليلي، وما سمعتش اصلا اللي هو قاله. وبعدين شو قلت له معلش علي، قول لي تاني ابص الاقي الشنب برضه مفيش خالص. الشنب عامل مشكله. علي فظيع الصراحه. لا، كوميدي جميل. يعني جميل علي.